الله يا أخي، مفيش أجمل من إحساس ارتباط صوت معين بزمن معين. استشهد الزعيم. المسافة اللي بيني وبين مريم كل يوم بتكبر، خلافات أكتر، نقاش في كل حاجة. مش هينفع ترجع دلوقتي خالص، احنا لسه عايزين حاجات كتير جدا. تعبت من الغربة والقعدة لوحدي، أنا عايز أرتاح، عايز أقعد جنب بنتك. ليه بقيتوا على طول بتتخانقوا؟ ليه بقيتوا ناسيني أنا؟ يا ريت تفهم الأستاذ جلال إنه مش سليم عشان يتعامل مع بنته في ظروف جميلة. تفتكر ده يعجب المدام؟ تتكلم مين يا جلال؟ مرض ملوش كبير، أبوك خرف خلاص، نعمل إيه؟ أنت لازم تتعالج. أنا مش محتاج أتعالج. فهميني انت عاوزه ايه؟ مش عايزه بختي وحظي يبقى زيك ولا زي اختي. البنت دي لازم تتجوز، عريسها عندي وجاهز يا رب. استرخي استرخي بقى. واد وعيال وحاجه تقرف بلا خيبه. هو انا ممكن اكون بقيت مجنون لكن ما بقتش غبي. كلنا اتكسر دلوقتي يا يما. كنتش قصدي ان كل ده يحصل. ولا انا كان قصدي. يا حبيبي مفيش حد فينا بيقصد اي حاجه. كلنا بايظين. انت وليا نكد؟ عارفه يعني ايه النكد؟ انا بنتي لو جرى حاجه هوديكي 60 داهيه. انا ما عملتش اي حاجه. شغلنا ده ما يعرفش حاجه اسمها ظروف. ارقام كبيره نسبتها برضه كبيره. ولا في اي مكان في الدنيا يقبلني بالشكل ده؟ راضي مجروح ومش حمل اسوتك، ديت بنتي والدنيا عليه. اسوت ايه وليله ايه؟ اذا كنت بقاس عليكم عشان الزمن يبقى حنين عليكم. لا هو مين الواد ده يا بنت؟ هو واحد والسلام. لا البنت فلت عيارها خلاص. مجدي على فكرة أنا محامي وأعرف حقوقي كويس. حاول تسألها عن مدحت ودورها في الشغل. أنا عايز أعمل أي حاجة عشان أفضل. في حاجات لو باظت ما بتصلحش.